إذا صلى الإنسان صلاة الفجر وجلس في مصلى قاعد يراجع القرآن يراجع الأذكار، خلص راجع كم آية، طلعت الشمس ينطر شوي، قام صلى ركعتين، هي الضحى الإشراق تسمى، له أجر إيش؟ حجة وعمرة تامة تامة تامة. سبحان الله. طيب سؤال، اللي ما ربيته يعني بس لكم هذا الأجر؟ يقول سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: والمرأة في بيتها إن صلت في عقر دارها وصلت الفجر، هذا هنيئة للنساء، يسر لكم وانت تصلين بيت قاعد ببيتها، بعد ما صلت وخلصت قاعد تذكر الله تعالى، طيب بتقط الخمار، بتقط الشيلة، بتقط المصلى، يجوز. ملازم المرأة، هذا السؤال للنساء، ملازم انها تقرأ القرآن وتكون مغطية راسها. يقول الشيخ ابن عثيمين: والتغطية الرأسي تجب في الصلاة، اما عند القرآن من اوجب المرأة انها تغطي راسها عليه الدليل، تقرأ القرآن كاشف شعري عادي يجوز، ما في حرج. بتراجع مرة، تنطر زوجها قاعدة ببيتها، تلبس مصلى، تقعد على السجادة وما أدري إيش، هذه من الأمور اللي شقوا على النساء. المرأة صلت الفجر قعدت 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 تذكر الله وتسبح في غرفتها دارها، طلعت الشمس ساعة ربع تقريبا، صلت ركعتين الضحى، أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أنا كنت أتمنى وحاجز أني بودي الوالدة عسى ربي يحفظها، حفظ أمهاتنا العمرة، يما صلي الفجر بالبيت وقعدي بالمصلى وسبح وذكر الله تعالى، لك أجر حجة وعمرة كما جاء في الحديث تامة تامة تامة. وهذه فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فنستطيع هذا الآن، يقول أنا بعتكف لك أجر الاعتكاف وأنت في بيتك، ولك الأجر إن شاء الله تعالى منصوم.